أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الاشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين <applause> اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم ولعن ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين يستمر الكلام في مناقشة ما ادعي انه من آي القرآن الحكيم على سبيل القلب. يقول تعالى في سورة النجم ولا بأس أن نقرأها من أولها بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى محل الشاهد هنا ومحل البحث قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ادعي ان هاتين الايتين الكريمتين جاءتا على سبيل القلب اما بخصوص الايه الاولى فنذكر لكم ما قاله الفراء في كتابه المعاني، معاني القرآن. يقول: وقوله عز وجل ثم دنا يعني جبريل صلى الله عليه دنا من محمد صلى الله عليه وهو بطبيعة الحال يصلي صلاة البتراء فلا يقول وآله صلى الله على نبينا وآله يقول دنا من محمد صلى الله عليه حتى كان قاب قوسين عربيتين او ادنى فأوحى يقول يعني جبريل عليه السلام إلى عبده إلى محمد صلى الله عليه وآله عبد الله ما أوحى وقوله تبارك وتعالى فتدلى يقول وهنا محل الشاهد كأن المعنى ثم تدلى فدنا قلب لماذا؟ لأن الدنو جاء نتيجة للتدلي يقال تدلت الثمره متى لما نراها قد تدلت من الغصن فدنت الينا فاولا كان هنالك تدل وهو الاقتراب او الدنو مع بقاء التعلق ثم بسبب ذلك تحقق دنو واقتراب. فيقول: كأن المعنى من قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، العكس القلب، ثم تدلى فدنا. يقول كأن المعنى: ثم تدلى فدنا، ولكنه جائز. اي العبارة التي جاءت في القرآن الحكيم جائزة ايضا بذاتها، لماذا؟ ولكنه جائز اذا كان معنى الفعلين واحدا او كالواحد، قدمت ايهما شئت. وبعبارة اخرى اذا كان المؤدى واحدا في الهيئة الحاصلة في الفعل المؤدى الفعلي واحدا يقول يجوز لك في العربية في اللغة أن تقدم أي الفعلين شئت ويضرب هنا أمثلة لذلك فيقول: فقلت قد دنا فقرب وقرب فدنا. كلاهما صحيح لان المؤدى ماذا واحد الهيئه الحاصله النتيجه ما هي هي الدنو والاقتراب فكلاهما في مصب واحد في اتجاه واحد فلك ان تقدم اي الفعلين شئت وانت تعبر عن هذه الهيئه الحاصله فتقول ثم دنا فقربا او ثم قرب فدنا. ويضرب مثالا اخر يقول: وشتمني فأساء، وأساء فشتمني وقال الباطل. كلاهما ايضا صحيح. تريد ان تعبر عن ان فلانا جاء وهتكك اساء اليك، فلك ان تقول: اساء فشتمني ولك ان تقول شتمني فاساء وقال في الباطل فيقول اذن الايه من هذا القبيل كان المعنى ثم تدلى فدنا وهذا قلب ولكنه جائز اي ما جاء في القران على اصله جائز لغتان اذا كان معنى الفعلين واحدا او كالواحد معنى الفعلين واحد او كالواحد فعلان معناهما مقترب قريب فكانه معنى واحد اذا كان معنى الفعلين واحدا او كالواحد قدمت أيهما شئت فقلت: قد دنا فقرب، وقرب فدنا، وشتمني فأساء، وأساء فشتمني، وقال الباطل؛ لأن الشتم والإساءة شيء واحد. وكذلك قوله اقتربت الساعه وانشق القمر والمعنى والله اعلم انشق القمر واقتربت الساعه قلب والمعنى واحد هذا ما ادعاه الفراء ولعل هنا ملاحظه لا بد من عدم تجاوزها وهي أنه فسر طبقا لما اتفقت عليه كلمة مفسري العدو أن الذي دنا فتدلى وأن الذي أوحى وعلما علمه شديد القوى هذا جبريل عليه السلام هذا ما تقريبا اتفقت عليه كلمتهم مع ان المروي او من جملة المروي عندهم خلافه وهو اشنع وهو قولهم ان الذي دنا فتدلى هو الله تبارك وتعالى حسب ما هم يرون وهذا فيه تشبيه لله عز وجل تشبيه له بخلقه في الدنو والتدلي. ماساه نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل على الحقيقة كفر في واقع الحال، نوع تشبيه. السيوطي في الدر المنثور: في تفسيره الشهير الدر المنثور في المجلد السادس الصفحة 123 لما يصل إلى هذه الآية الكريمة يقول: وأخرج ابن جرير، يعني الطبري، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما لما عُرج بي مضى جبريل حتى جاء الجنة. فدخلت فأعطيت الكوثر ثم مضى حتى جاء لسدرة المنتهى فدنا ربك فتدلى الله, الله كأنه نعوذ بالله ذو جسم ف يصدق عليه الدنو بمعنى الانتقال من مكان الى مكان بل والتدلي بمعنى انه يهبط يهبط هكذا بحيث يتدلى الى نبيه يقول فدنا ربك فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى يعني صارت المسافه بين الجسم المادي لله الفيزيائي لله عز وجل وبين الجسم المادي الفيزيائي للنبي الاعظم صلى الله عليه واله المسافه بينهما قاب قوسين او ادنى بسبب دنو الله منه على ما يزعمون يقول واخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس هو يقول رضي الله عنهما في قوله ثم دنا قال دنا ربه فتدلى اذا عندهم مرويات عندهم مرويات ولعلها فيها مرويات حسان احاديث حسان ان الذي دنا فتدلى هو الله عز وجل، لكن اتفقت كلمتهم بحسب اطلاعنا على ان هذا الدنو وهذا التدلي انما هو من جبريل عليه السلام. وانه هو شديد القوى الذي علم النبي. وهو ذو مره فاستوى، يعني جبريل ذو مره اي ذي قوه ذو قوه ذو حصافة وكمال واستوى هكذا مع النبي صلى الله عليه واله، وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى، جبريل دنا وتدلى للنبي صلى الله عليه واله فكان قاب قوسين او ادنى، اي ما بينهما كانت هذه المسافة. فاوحى الى عبده، اي جبريل هو اوحى الى عبد الله. اللي هو النبي الاعظم صلى الله عليه واله هكذا اولوا مع بعده عن السياق لانه فاوحى الى عبده يفترض ان تنصرف الى من اوحى اليه والموحي اليه ان قلت جبريل كان محمدا كان محمد صلى الله عليه واله والعياذ بالله عبدا لجبريل فان قلت الله تم كلامنا نحن يعني نحن الشيعه نفسر الآيات بخلاف تفسير العدو طبقا لما جاءنا عن أئمتنا عليهم السلام. نحن نفسر مثلا أنه علمه شديد القوى، نقول هذا هو الله الذي علم نبيه صلى الله عليه واله. لأن نبينا في الحقيقة ليس تلميذا لجبرائيل وإنما أستاذا لجبرائيل. جبرائيل شنو وظيفته؟ رسول ملك، ملك رسول يوصل اوامر فقط، ليس في مقام الاستاذيه على النبي الاعظم صلى الله عليه واله، حتى يصدق انه قد علمه، ما علمه اصلا حسب اعتقادنا ان نبينا صلى الله عليه واله عالم بالخبر الذي ياتيه به جبرائيل قبل وصوله اليه. وإنما جرت الحكمة الإلهية والمقتضيات الإلهية على أن يرد الخبر بهذه الطريقة الرسمية إنجاز التعبير لا بد أن ينقله ماذا من؟ جبرائيل عليه السلام وليس معنى ذلك أن جبرائيل في لحظة ما يكون أعلم من النبي حال هبوطه حال نزوله يكون اعلم الله اوحى اليه هذه الايه يقول له بلغها لمحمد صلى الله عليه واله ففي فتره هبوطه هذه صار جبرائيل ماذا؟ اعلم من نبينا هذا ما لا نلتزم به اصلا نعتبره لعله ضربا من ضروب الانحراف اصلا. لا نبينا هو الاستاذ لجبرائيل منذ بدو الخلق، منذ عالم الانوار نبينا واهل بيته عليهم الصلاه والسلام علموا الملائكة التوحيد أصلا الملائكة خدامهم كما هم خدام الله عز وجل والممتثلون بأوامره والرسل من قبله إلى أنبيائه فإذا علمه شديد القوى بهذا المعنى نحن نقول نقول إن الله هو الرزاق شنو؟ ذو القوة المتين فالله شديد القوى هذا الذي علم النبي صلى الله عليه واله ذو مره فاستوى يعني نبينا صلى الله عليه واله هو ذو المره الذي استوى وسياتي ان شاء الله تفسير ذلك الى ما بعده. اذا هنا نلاحظ ان الفراء ذكر معنى القلب. قال المعنى هو هذا. ثم تدلى فدنا يعني أصل ما وقع هو هذا التدلي فالدنو وليس الدنو فالتدلي طيب كيف إذا عبر ب في الآية بهذا التعبير ثم دنا فتدلى كيف قدم الدنو على التدلي يقول لأن كلاهما بمعنى واحد أو كالواحد فيصح هنا تقديم اي الفعلين شئت. فإذا المعنى مقلوب، التعبير جاء بتقديم اي الفعلين على الاخر من باب انهما يؤديان الى معنى واحد. ما هي وجهه نظرنا نحن؟ هل نوافق على هذا الكلام؟ الجواب كلا. لماذا للضابطة التي قررناها في الدروس المتقدمة وهي أنه للحمل على القلب في, في آيات الكتاب العزيز لا بد أن يكون من وراء ذلك ترق للمعنى إذا ترقى المعنى التزمنا بالقلب أو صححناه وقلنا إن الآية جاءت على سبيل القلب أو التشبيه المقلوب إلى ما هنالك. أما إذا لم نجد فلا موجب لحمل الآية على القلب. فهنا أي شيء نجد من الترقي في المعنى إذا ما قلنا إن أصل المعنى هو ثم تدلى فدنا. أي ترقي نجد. لا نلحظ ترقيا هنا لذا لا نلتزم بمثل هذا التفسير ولا نقبل هذه الدعوه في خصوص هذه الايه خاصه اذا ما كانت الاثار الروايات الشريفه عن ائمتنا المعصومين صلوات الله عليهم لا تساعد على هذا الحمل لماذا لانها جعلت كلا من الفعلين الدنو والتدلي غير مترابطين بحيث انهما متعلقان بفعل واحد على التعاقب بل بفعلين منفصلين على التعاقب لاحظوا جيدا يعني فعل الدنو كان لشيء وفعل التدلي كان لشيء اخر غايه ما هنالك انهما تعاقبا فجاءت الفاء هنا للتعاقب اما ليسا مرتبطين بفعل او بمؤدى واحد لشيء واحد عندنا ثلاث روايات في تفسير الدنو والتدلي الاولى ما رواه الصدوق عليه الرحمه في علل الشرائع في المجلد الاول الصفحه 132 بسنده عن ثابت بن دينار قال سالت زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان يصح ان نقول ان لله مكانا كما يزعم اهل العامه مثلا اسال اي واحد من اهل العامه قل له الله وين مكانه يقول لك شنو فوق في السماء على العرش هذا باطل، هذا انحراف، الله لا يوصف بمكان لانه خالق المكان. عرش الله مو يعني هذا المكان الذي يجلس عليه الله ويخلي رجل على رجل، نعوذ بالله، مثل ما عندهم روايات طبعا. هذا من اقول رجل على رجل ترى مو تهكما دا اقول سخريه، عندهم روايات ان الله بعدما خلق الخلق في سته ايام، خلق السماوات والارض في سته ايام، تعب. فاستلقى على ظهره وجعل رجلا على رجل هالشكل هذا اللي عندهم هسه شو تسوي؟ اسرائيليات مذهب منحرف طائفه منحرفه اخذت كثيرا من اليهود فثابت بن دينار يقول انا سالت زين العابدين عليه السلام عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال عليه السلام تعالى عن ذلك. حاشا لله، الله لا يوصف بمكان، تعالى عن ذلك، تعالى عن الوصف بالمكان. قلت فلما أسرى بنبيه محمد صلى الله عليه واله إلى السماء. لما أسرى به إلى السماء، أليس معنى ذلك؟ يعني ثابت بن دينار يناقش الامام السجاد عليه السلام. يقول له زين اذا انت تقول الله ما يوصف بمكان، طيب ليش الله اسرى بنبيه الى السماء؟ لماذا؟ اليس من دلاله ذلك ان لله مكانا يريد لعبده محمد صلى الله عليه واله ان يصل اليه ويشافهه ويخاطبه. قال عليه السلام: ليريه ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه. ليس معنى ذلك ان الله عز وجل له مكان، وانما اسرى. ليريه ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعه وبدايع خلقه. يعني لهذا الغرض أسرى بنبيه صلى الله عليه وآله ليريه ملكوت السماوات عجائب مخلوقات الله عز وجل في السماوات لا أنه أسرى به لأن لله مكانا يريد لنبيه أن يأتي إليه ويزوره فيه قلت فقول الله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هم يناقش الإمام يقول له إذا تقول أسرى به من أجل أن يريه ملكوت السماوات طيب إذا ما معنى ثم دنا فتدلى أليس معنى ذلك أن لله مكانا تدلنا منه دنا منه دنا عنه وتدلى عنه هذه واضحة بعد صريحة الإمام هم يصحح له يجاوبه يقول هذا مو الله اللي دنا فتدلى هذا رسول الله صلى الله عليه واله يقول قال ذاك رسول الله صلى الله عليه واله دنا من حجب النور فرأى ملكوت السماوات ثم تدلى صلى الله عليه وآله فنظر من تحته إلى ملكوت الأرض حتى ظن أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى القضية هكذا إيه فنظر من تحته إلى ملكوت الأرض حتى ظن انه في القرب من الارض كقاب قوسين او ادنى اذن هنا فعلان اولا مرتبطان بالنبي الاعظم صلى الله عليه وآله صادران عمن عن النبي الاعظم لا عن الله عز وجل حتى يصح ان يوصف بالمكان والانتقال والزوال من مكان الى مكان من جهه الى جهه ثم دنا فتدلى النبي دنا فتدلى وليس الله عز وجل زين شلون دنا فتدلى يقول هو دنا من حجب النور فراى ملكوت السماوات اذن دنوه كان باتجاه الاعلى ثم تدلى هذا التدلي يكون باتجاه الاسفل مثل تدلي الثمره يقال هذه الثمرة تدلت من غصن الشجرة، وين اتجهت؟ باتجاه الأسفل، فتدلى نظر إلى وين؟ نظر من تحته فرأى ملكوت الأرض حتى ظن أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى، بعد مكاني غيبي لا نعرفه هنالك ما يسمى النظريه النسبيه مالت انشتاين هذه النظريه النسبيه الان طبعا بدات بعض الدوائر الاكاديميه المتقدمه تشكل عليها تضع عليها تصحيحات وتناقشها تقول هي في تمامها غير سليمه مئة على ما ببالي واحد من الذين الآن يناقشونها هو هذا المقعد البريطاني هوبكنز مو اسمه هوكينز اي هذا المقعد اللي فيزيائي يعني عبقري في هذا الجانب فهو عنده اشكالات على هذه النظرية ايا كان نحن علينا ان نفهم مساله جدا مهمه هذا انطلاقا من واقع قراءه النص الديني ان هنالك نسبيه للزمان ونسبيه للمكان هذا لازم يتوضح هسه نقترب بهذا من النظريه النسبيه مالت انشتاين نبتعد هذا موضوع اخر فيه توفيقات وفيه كلام طويل لكن الثابت المحقق ان هنالك صدقا وحقا نسبيه للزمان ونسبيه للمكان بحيث انه يمكن ان يكون امرئ في لحظه واحده من الزمن في بعد مكاني معين وفي نفس اللحظه هو مقترب من بعد مكاني اخر كيف لا نستطيع ان نفسر لان عقلنا محدود جدا محدود اما هذا ثابت ومما يدل عليه هذه الروايه هذا الحديث مما يدل عليه يقول لك هو اقترب وصل الى مستويات في العلو والصعود هائله الى ان قرب الى وين؟ حجب النور وفي نفس الوقت تدلى حتى ظن انه ماذا؟ كقاب قوسين او ادنى من الارض فهو في بعد مكاني عجيب من جهه هو في اقرب نقطه من ملكوت السماوات من جهه اخرى هو في اقرب نقطه من ملكوت الارض شلون؟ اين ما بينهما من الصعود؟ ما نعرف ما نعرف فهنالك اذا نسبيه للمكان ونسبيه للزمان هنالك على ما ببالي في الآثار أنه لما نبينا صلى الله عليه وآله عرج به هاي الإسراء والمعراج ماكو هو طلع من مكة من طلع من مكة الباب كان شنو باب بيته يهتز إلى أن رجع لنا طبيعة الإنسان بس يفتح الباب يطلع الباب يصير بحالة اهتزاز راح إلى السماوات العلى وجرى ما جرى ثم عاد من جديد والباب بعد يهتز يعني شوف بهل شلون أقول جزء من ثانية يمكن يصير يمكن يطلع جزء من ثانية طيب شلون جرى كل ذلك بهذا الشكل المفصل وشلون استوعبه الوقت ثانية من الدنيا ثانية من ملكوت الأرض تعادل عند الله في في الملكوت الاخر في ملكوت الاخره سنوات لعله ممكن والعكس بالعكس يوم واحد من عند الله عز وجل ممكن يصير ألف سنة مما نعده نحن خمسين ألف سنة مما يكون عندنا نحن هذه اللي احنا شنو نسميها نسبية الزمان ونسبية المكان اي ممكن ليش اقول؟ لانه زمننا يختلف عن زمنهم. اذا في الكون الحالي اللي المحسوس الان، الكون الحالي بناء على نظريه اينشتاين الازمان مختلفه يعني زمننا نحن الان، الان احنا في عندنا حاضر هو في بعد اخر من الكون هو ماضي، في بعد ثالث من الكون هو مستقبل وهكذا احنا الان دنشوف خريطه السماء نشوف اكو نجوم، نشوف الثريا ونشوف العقرب ونشوف الثور ونشوف كذا، نشوف هاي النجوم اللي موجودة، هذه من يقول هذه مكانها هذه الآن؟ هذه في كثير منها نجوم انطفأت وراحت خلاص تحولت إلى ثقوب سوداء، واصلا انطفأت، ليش إلى الآن تشع عندنا؟ ليش تظهر؟ لأنه بعد نسبية الزمان، الزمان نسبي هنا، هذه إلى أن يصل شعاعها إلينا. ياخذ له تريليونات تريليونات السنين السنين الارضيه يعني عرفتوا شلون؟ هم يقول لك انه الضوء هو اللي ثابت هذا هم بي بحث الان فيه بحث هو هذا لانه ثبت الان انه حتى الضوء يرتد هذه الثقب الاسود من شده قوتها وشدة شدة جاذبية الثقب الأسود حتى الضوء جذبه الضوء اللي يطلع اللي يطلع يرجع يرتد ينجذب من جديد فماكو شيء يوصل فاكو بحوث في هذا الجانب بحوث فيزيائيه عميقه فاذا كان في دنيانا هذه الزمن يتوقف والزمن يكون مرنا ونسبيا فكيف بالنسبه الى غير دنيانا خارج حدود هذا الكون؟ لانه هذا الكون الان اللي احنا عندنا هذا كله هذا كلهم في حدود الدنيا على الأصح هذا كله عبارة عن السماء الدنيا إلى الآن إلى الآن أكو السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى سبع سماوات وفوق السبع سماوات أكو عوالم أخرى عالم الجنة عالم النار عالم حجب النور سدرة المنتهى سدرة المنتهى يعني آخر شيء بعد واحد يقدر يوصل له هي في الروايات هم موجودة أنه إن سدرة المنتهى تجاوزها النبي صلى الله عليه وآله فصاحت مضمون الروايات فقالت مجتازني مخلوق قبلك ما حد قدر يجتازني أنا أنا سدرة المنتهى أنت الوحيد اللي تقدر تجتاز المناطق المحرمة هذا من كرامة النبي صلى الله عليه وآله على الله عز وجل وصل إلى تلك المقامات العالية زين فإذا هذه رواية تبين لنا ان الدنو والتدلي غير مرتبطين بمؤدا واحد فعلي حتى يقال انها هنا قلب وانما هما فعلان مستقلان انما كانا على التعاقب فحسب يعني اولا النبي دنا باتجاه الاعلى ثم تدلى وهذا فعل اخر غير مرتبط بالاول تدلى باتجاه الاسفل الاول كان باتجاه ملكوت السماوات الثاني كان باتجاه ملكوت الارض روايه ثانيه هذه يرويها الطبرسي عليه الرحمه في الاحتجاج في المجلد الثاني الصفحه 157 عن يعقوب بن جعفر الجعفري قال: سأل رجل يقال له عبد الغفار السلمي أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام عن قول الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال يعني السائل يسأل الإمام الكاظم عليه السلام قال أرى هنا خروجا من حجب وتدليا إلى الأرض. خروجا من حجب اللي هو الدنو ثم دنا وتدليا إلى الأرض هذا بعد فتدلى واضح. وأرى محمدا صلى الله عليه واله رأى ربه بقلبه ونسب إلى بصره أي نسب هذا الرأي أو هذ... ه... هذه الرؤية نسبت إلى ماذا إلى بصره؟ ولقد رآه نزلة أخرى فكيف هذا شلون هذا؟ فقال أبو إبراهيم عليه السلام دنا فتدلّ فإنه لم يزل عن موضع ولم يتدل ببدن. يعني الله عز وجل لا يمكن أن يوصف بالدنو والتدلي. لم يزل عن موضع ولم يتدل ببدن. فقال عبد الغفار أصفه بما وصف به نفسه حيث قال دنا فتدلى فلم يتدل عن مجلسه إلا وقد زال عنه ولولا ذلك لم يصف بذلك نفسه يناقش الإمام الامام يوضح له انه لا هذا الفعل هم مو مرتبط بالله عز وجل وانما هذا مرتبط بالنبي الاعظم صلى الله عليه واله فقال ابو ابراهيم عليه السلام ان هذه لغه في قريش اذا اراد رجل منهم ان يقول قد سمعت يقول قد تدليت وانما التدلي الفهم اذا الفعل مرتبط بالنبي صلى الله عليه واله لكنك تلحظ هنا في هذه الروايه الثانيه تفسير التدلي بغير تفسير الروايه الاولى فقد جعل التدلي هنا تدليا بمعنى الفهم بناء على لغه قريش لما يقول القريشي قد تدليت يعني قد سمعت وفهمت تاويل اخر سواء اخذنا بالاول اخذنا بالثاني كلاهما يردان دعوى القلب للانفكاك بين الفعلين بين الدنو وبين التدلي ونحن الان لسنا في وارد الترجيح بين الروايات التفتوا نحن في وارد عرض ما لدينا من الروايات فنقول هذه الروايات تساعدنا على رد دعوى القلب في هذه الايه لانعدام الضابطه وهي ضابطه ترقي المعنى فالروايات والاثار تساعدنا على هذا الرد لانها كشفت لنا انفكاكا بين الفعلين والا يمكن الجمع بين كل هذه الروايات على القاعده التي بيناها لكم اكثر من مره وهي لا تقولن للشيء انه في شيء واحد ثم دنا فتدلى لها اكثر من معنى. معنى من المعاني هو الدنو المكاني والتدلي المكاني كذلك فعلين متعاقبين من النبي الاعظم صلى الله عليه واله. معنى اخر الدنو بمعنى عدم الزوال وايضا التدلي بمعنى الفهم فليكن اكثر من معنى يكون مرادا في هذه الايه الكريمه لا تقول ان للشيء انه في شيء واحد هنالك معنى ثالث جاء في روايه ثالثه وهي ايضا في الاحتجاج لكن في المجلد الاول الصفحه 327 وهي ايضا مرويه عن موسى بن جعفر عليهما الصلاه والسلام عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن الحسين بن علي عليهم السلام قال إن يهوديا من يهود الشام وأحبارهم كان قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف, وصحف الأنبياء عليهم السلام وعرف دلائلهم جاء إلى مجلس فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد الجهني فقال يا أمة محمد. ما تركتم لنبي درجة ولا لمرسل فضيلة إلا أن حلتموها نبيكم فهل تجيبوني عما أسألكم عنه؟ واحد خبير يهودي عالم من علماء اليهود وقرأ كتب الأنبياء السابقين توراة وإنجيل وزبور وصحف إبراهيم عليه السلام فعنده خبرة ومعلومات كثيرة جاء يعترض على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أنه أنتم ما جعلتم لنبي فضيلة إلا نحلتموها لنبيكم لزقتوها بنبيكم ناقشوني لو لا تناظروني لو الرواية تقول فكاع القوم عنه انهزموا خافوا منه شافوا هذا واحد ثقيل مو أي واحد يقدر يناقشه فقال علي بن أبي طالب عليه السلام نعم ما أعطى الله نبيا درجة ولا مرسلا فضيله الا وقد جمعها لمحمد صلى الله عليه واله وزاد محمدا صلى الله عليه واله على الانبياء اضعافا مضاعفه. ايش عندك؟ الله على محمد محمد وعجل فرجهم ايش عندك تعال يعني عندك انه نبينا اقل من انبياءكم لا كل ما لدى الانبياء لدى نبينا وزياده اضعاف مضاعفه ايضا وهذا ما نلتزم نحن به اتباع النبي واهل بيته عليهم السلام المخالفين مع الاسف لقله معرفتهم بسيره نبينا الحقيقيه لانهم ما اخذوها من اهل بيته الطاهرين عليهم السلام يظنون أن هنالك مكرمات حظي بها أنبياء الله السابقون لم يحظ بها نبينا الآن اسأل العامي العادي من المخالفين قل له نبينا أحيا الموتى أم لا يقول لك لا هو بس المسيح ابن مريم مثلا عند أنه بس المسيح اللي أحيا الموتى أما نبينا ما أحيا الموتى أصلا هنالك دعوة لدى بعض أهل الخلاف أنا سمعتها من بعض المتحدثين منهم بأذني أنه يقول أنا أقسم بالله أن نبينا ليس له أي معجزة سوى القرآن بس ما عنده أي معجزة بس القرآن في حين نحن نلتزم بأن لنبينا مئات المعاجز في أثر عندنا أن لنبينا صلى الله عليه وآله أربعمائة و أربعة آلاف وأربعمائة وأربع وأربعون معجزة أربع أربعات هالشكل معاجز كثيرة لنبينا كان من بينها وأنا أقول من أقلها أصلا إحياء الموت شنو إحياء الموتى بالنسبة إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مثل شرب الماء بالنسبة لنا مو شيء أصلا مو بإذن الله عز وجل هذا اليهودي الخبر هذا كلش طويل موجود في الاحتجاج. يجيب نبي نبي من الانبياء صلوات الله عليهم ويذكر ما اعطاهم الله عز وجل. زين؟ فالامام امير المؤمنين عليه السلام يرد عليه ويقول لنبينا مثل هذا واعظم ويذكر له شنو صار. وبالاخير اليهودي يسلم اخيرا. من بين الامور التي ذكرها نذكر نحن محل الشاهد. قال له اليهودي فان هذا سليمان قد سخرت له الرياح فسارت في بلاده غدوها شهر ورواحها شهر قال له علي عليه السلام لقد كان كذلك ومحمد صلى الله عليه واله اعطي ما هو افضل من هذا انه اسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر. مو يعني مدة شهر هو كان يقطع المسافة، لا دي يقول هذه المسافة التي لا تقطع إلا بشهر من الناس العاديين نبينا قطعها بهذه اللحظة الآن يبين. يقول إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر. وعرج به في مل... وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة كل هاي الفترة خمسين ألف سنة ومسيرة شهر أيضا في الدنيا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذه كلها في أقل من ثلث ليله حتى انتهى الى ساق العرش فدنا بالعلم دقق دنو النبي صلى الله عليه واله الى المعالي الالهيه كان بماذا؟ بالعلم قضيه ايضا غيبيه يعني ليس بالضروره ان يكون هذا الدنو دنوا مكانيا دنا بالعلم التفت فتدلى من الجنة رفرف اخضر اذا هذا الفعل الثاني مو فقط منفصل عن الاول وانما صادر عن عن مصدر اخر غير النبي صلى الله عليه واله الروايتان اللتان مرتا معنا قبل قليل فيهما ان الفعلان معا صدرا عن النبي لكن ماذا هما مستقلان لكن في هذه الروايه الفعل الاول من النبي وهو الدنو بالعلم والفعل الثاني ليس صادرا من النبي وانما صادر من الرفرف الاخضر هو الذي تدلى له فتدلى من الجنه رفرف اخضر وغش النور بصره فرأى عظمة ربه عز وجل بفؤاده ولم يرها بعينه فكان كقاب قوسين بينه وبينها أو أدنى فأوحى الله إلى عبده ما أوحى إذاً كما قدمنا أي رواية من هذه الروايات أخذنا كان هنا انفكاك بين الفعلين بين الدنو والتدلي ليس بمؤدا فعلي واحد نعم هما على التعاقب ولكن صادران استقلالا وهذا مما يساعدنا على رد دعوى القلب في هذه الآية الكريمة لأن الضابطة مفقودة يعني أي شيء من ترق المعنى نجده إذا ما قلنا إن أصل المراد هو هذا ثم تدلى فدنا ما هو الترقي الذي نجده لا نجد ثم دنا فتدلى ثم تدلى فدنا إذا كانا فعلين بمعنى واحد أو كالواحد كما يقوله الفراء فكل, فكل التعبيرين ماذا؟ سواء فإذا لا موجب للقول إنها هنا قلب الضابطة مفقودة الضابطة مفقودة فكيف إذا ما وجدنا الآثار تساعدنا على رد دعوى القلب لأنها جميعا نصت على انفكاك بين الفعلين غير غير مترابطين هذين الفعلين غير مترابطين لا يستلزم احدهما الاخر لا يلزم من احدهما الاخر كما اقول تدنت دنت الثمره فتدلت هذا الدنو والتدلي هما في الواقع فعل واحد او تدلت الثمره فدنت العكس هذا في الواقع ماذا؟ فعل واحد في الخارج الهيئة الحاصلة واحدة أما هنا لا عندك هيئتان حاصلتان هيئتان حاصلتان إذا لا بد من رد دعوى القلب في هذه الآية الكريمة تبقى دعوى قلب في الآية التي تليها وهي فكان قاب قوسين أو أدنى هذه أيضا فيها بحث مفصل إن شاء الله تعالى نرجئه إلى الدرس المقبل وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعالم